بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنتكلم على مفهوم اسمه الـ Companion Object، وده مفهوم من مفاهيم الـ Object Oriented Programming. في طبيعة الحال لو أنا عندي كلاس والكلاس فيه مجموعة من الفانكشناليتيز يعني، وأنا عايز أقعد عليه شوية فانكشنز، في طبيعة الحال هعمل منه دريفيد كلاس، هورس منه وأبدأ أزود. ده ديزاين باترن، ده نظام. في حاجة اسمها Companion Object. Companion Object مختلف شوية لكن مفهوم مهم جدا جدا جدا، وكل لغات البرمجة الوقت في الوضع الأخير بقى بتستخدمه. فمهم جدا انك تبقى عارف الكومبانيون اوبجكت. عملت كلاس اسمه تيبل، عشان اديك مثال كده تفهم منه الفكرة. تيبل اكنه تيبل في داتابيز يعني، وعمل فيه شوية فانكشنز العادية بتاعت الاد والابديت والديت والكلام ده. فعملت فانكشن اسمها اد رو، والفانكشن اسمها اد رو هطبع بس هتعمل برنت لاين ماس رو ادد سكسسفلي. دي بس مجرد رساله تظهر في اد رو. بعد كده هعمل كومبانيون اوبجكت، هكتب كومبانيون اوبجكت وممكن اديله اسم هسميه مثلا تيبل اوبريشنز. ممكن ادي للكومبانيون اوبجكت نيم، وممكن اشيل النيم ده خالص في الكومبانيون اوبجكت. وان شاء الله هوريكم ازاي في التعامل بعد كده، لو انت مسمي تعمل ايه ولو انت مش مسمي تعمل ايه. يبقى النيم اوف كومبانيون اوبجكت از اوبشنال. هعمل بقى شويه فانكشنز عاديه جدا جوه الكومبانيون اوبجكت. فانكشن اسمها ديليت رو، واخليها تطبع مثلا ايه برنت لاين رو ديليتد سكسسفلي. ايه الفكره؟ انا عايز بس اوريك كيفيه التعامل مع الفانكشن العاديه اللي جوه التيبل اللي هو جوه الكلاس عادي، واوريك الفانكشن اسمها ديليت رو اللي هي جوه كومبانيون اوبجكت اللي جوه الكلاس دي هتعامل معاها ازاي، وانادي عليها ازاي، ودي هنادي عليها ازاي واتعامل معاها ازاي. هي دي الفكره من المثال. فهو عامل الفانكشن اللي اسمها مين عشان اقدر استدعي الكلاس اللي اسمه تيبل وابدا اشتغل معاه. عرفت var tbl بيساوي table، وبعد كده هم عامل ايه tpl dot لقيت add row، مفيش اي مشكله خالص. يبقى دي الفانكشن، دي الطبيعه العاديه، اوبجكت عادي والاوبجكت بوصل منه الاسم الفانكشن العاديه، ده الطبيعي بتاعنا. اما الكومبانيون اوبجكت بقى اوصل له ازاي؟ هقول table اسم الكلاس dot الاقي على طول delete row، خلاص الاقي على طول ديليت رو وزاوت اي كرييت اوبجكت اور انستنس. فكده هو قال لي رو ادد سكسسفلي، وقال لي رو ديليتد ايه سكسسفلي. كويس جدا. طيب دي الطريقه بتاعت ان انا انادي على كومبانيون اوبجكت او انادي على كلاس. هنشوف بقيه الاستخدامات في الفيديو اللي جاي ان شاء الله.